أن المرأة المفتاة في المرأة الحرب لا صلاة لها ولا صوم، ولكن لها بعد أن ينتهي بعض النساء تتطهر وتقوم بأداء العبادات. ولكن بعض النساء في بعض المساجد أيضا ملاحظة، وبعض المساجد وده الغالب والأهم يصل 40 يوم حتى في الأحوال الأولى أضعفت، يعني خلصت 40 يوم. هي هنا العملية القيصرية نفاسها يختلف عن نفاس الولادة الطبيعية، لأن الولادة الطبيعية تستمر فيها الناس طويلة لأن الفم ينزل بطريقة طبيعية، لكن في جراحة الطبيب يقوم بتصوير المكان وتخريج الأرض الكاملة الدماغ. فإذا توقفت الدم كما قالت فترة يومين من رمضان فتطهرت فأصبحت خلاص. ما بدك تروح للطبيب برضه؟ ولكن المعنى ده دمي. وكل الطبيب سؤال واحد، أنا انقطع دم النساء عني من جوابه وأنا فألا سيأتيني بعد ذلك دم النساء أم دم مرض أو غير ذلك؟ وهو يرد عليه ويقول إذا ليس بكذا فالله إن شاء الله وتصبح